النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المرض المنتشر في جميع دول العالم اللي سمعنا بيه مؤخرا، واللي هو إن شاء الله معلش معذرة، اللي هو مرض جدري القردة. المرض ده منتشر في الفترة الأخيرة دي، سمعنا مواقع التواصل الاجتماعي كلها بتتكلم عن المرض ده، إن هو انتشر في دول حتى عربية، يعني مش في العالم الأوروبي بس، لا ده حتى كمان وصل لينا في العرب. فانا عايزه بس اطمنكم كده واقول لكم يا جماعه ما تقلقوش، المرض ده اصلا موجود من زمان، من سنه 58، يعني مش مرض جديد ولا حاجه، يعني تم الاصابه بيه قبل كده، فما تقلقوش يعني سيبوها على الله. عايزين بقى نعرف المرض اللي عمالين نقول يعني ايه مرض جدر القرده ده، يعني هو عباره عن مرض ايه. هو مرض فيروسي حيواني بينتقل من الانسان عن طريق الحيوانات البريه، وكمان بينتشر من طريق انسان مصاب بالمرض الى انسان سليم، وكمان عن طريق المخالطة. وزي ما احنا ما قلنا هو مش خطير قوي، يعني لدرجة اللي احنا نخاف يعني والكلام من ده، ونحاول ما نخترطش بالناس والكلام اللي هم منتشر ان هم بيقولوه، لا طبعا ما تقلقوش وما تخافوش. هو مرض زي اي مرض جدري عادي خالص، بيبدأ بارتفاع في درجة الحرارة، وبعد اسبوعين بيحصل بقى ايه، ان هو يعني بيختفي خالص، بس زي ما قلت لكم اللي هو بيبدأ الاول بارتفاع في درجة الحرارة، وبعد ما الحرارة ما بترتفع بيظهر بعدها طفح جلدي زي اي مرض جدري عادي خالص، وبعد كده بيظهر قشرة وبتختفي ومن غير اي اثر، وكمان في الاغلب ان مفيش مضاعفات للمرض. فما تقلقوش يا جماعة، وزي ما انا ما قلت لكم ان المرض ده موجود من زمان، من سنة 58، وظهر على يعني من فترة للتانية بدأ يظهر وبيختفي، لان زي ما قلنا هو عبارة يعني بيتشابه اعراضه مع اعراض الجدري. والجدري طبعا زي ما انتم عارفين ان هو بيبدأ بارتفاع في درجة الحرارة، وبعد ما الحرارة ما بتختفي بيظهر طفح جلدي، تمام. فما نقلقش وما نخافش ونسيبها على الله. انتظروني بقى في الحلقات الجايه ان شاء الله، نتكلم عن كل حاجه باستفاضه عن مرض الوباء الجديد اللي هو ظاهر في العالم، اللي هو جدري القرده.